تبخيس أو تهويل، هل يملك سعيد من المقومات ما يجعله يمضي في هذا الاستفراد؟ دقيقة ونصف رجاء. شوف سيدي الكريم، هو لا يملك أي شيء، هو يملك فقط العناد، ويملك السكيزوفرينيا حالة الفصام، ويملك معناتها مجموعة من الحشد. للأسف الشديد هو قوته من ضعفنا، من ضعف المجتمع المدني، من ضعف الأحزاب، من ضعف المؤسسات. لكن هناك الملف الاجتماعي والاقتصادي هو الذي سيسقط سعيد، هو الذي سيسقط سعيد. وما على النخب السياسية إلا أن تتوحد حتى تكون تؤثر هذا الحراك الاجتماعي الاقتصادي القادم لجعله يصب في استحقاقات الثورة التونسية، ويكنس سعيد وزبانيته، ويجعلهم يمثلون أمام المحاكم التونسية لمحاسبتهم. ونبداو باللي هربت من 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 السفينه، نبداو ببلاد عكاشه اللي ما نخليوهاش تهرب. باش نرجع لك الاول، الموضوع بتاعك بتاع الحصر.